كان الضابط أحمد المتوكل من قدماء الشرطة ارتقى الرتب الواحدة تلو الأخرى بجده وانضباطه من حارس أمن إلى مفتش للشرطة إلى ضابط ممتاز. نحن الآن في العام 96-900 و1000. في تلك السنة التحق الضابط الممتاز ابن طنجة بمفوضية الشرطة بالعرائش بعد أن قضى 10 أعوام في الشرطة القضائية، حيث راكم تجربة كبيرة في الحوادث المشبوهة والحرائق. طلب الضابط الممتاز أحمد المتوكل نقله إلى العرائش بعد أن أوشك أن يحال على المعاش. كان يريد الاقتراب من طنجة حيث شرع في بناء منزل يأويه بعد أن يحال على التقاعد. في العرائش اندمج بسرعة ضمن أسرة الأمن الإقليمي، واعتبارا لتجربته الطويلة وخبرته فقد أسندت إليه مهمة الإشراف على مصلحة الشرطة القضائية. في 12 أبريل من العام 96 وجد نفسه يتعاطى مع ملف من صميم ما يمكن أن يعتبر اختصاصه بامتياز. صباح ذلك اليوم وبعد جهد كبير تمكن رجال الإطفاء من إخماد حريق مهول شب في حدود منتصف الليل في مخزن للخشب تعود ملكيته إلى التاجر المغربي اليهودي الديانة شمعون عليل المعروف أيضا بتجارته في بواد البناء. نار في مخزن للخشب، لكم أن تتصوروا المشهد. كان المخزن بناء مستطيلا بطول 100 متر بينما عرضه 50 مترا. كان يحتوي على كل أنواع الخشب، وكان داخل البناء غرفة يأوي إليها الحارس. حضر الضابط الممتاز أحمد المتوكل إلى المكان مرفوقا بعدد من مساعديه. وجد نفسه أمام حالة تشبه حريقا كان قد شب بالدار البيضاء قبل سنوات. لم يتمكن وقتها من التوصل إلى تحديد أسبابه لأنه سمح لصاحب المحل بتنظيف المكان. اليوم نراه حريصا على أن لا يتكرر الخطأ، ولذلك أصدر لمعاونيه أوامر صارمة لا يسمح لأي كان بدخول المكان. كان شمعون عليل في جملة أول من وصلوا إلى المكان وقد منع من الدخول. قام الضابط المتوكل بجولة داخل ذلك الفضاء المتفحم، لم يبقى أي شيء. توقف عند مكتب الحسابات، بدا له أن المكان كان الأكثر تضررا من الحرائق، وقد لاحظ أن الخزانات التي كانت تأوي دفاتر الحسابات كانت تشكل كومة، كانت الواحدة فوق الأخرى. استفز المشهد فضول الضابط الذي انحنى وبدأ يرفع ما تبقى من ألواح تلك الخزانات. اكتشف أنها وقعت على مدفأة كهربائية، فحص المدفأة تبين له أنها في وضع التشغيل كما أنها كانت موصولة بالكهرباء. استدعى خبيرا لفحص المدفأة ما تبقى منها فلم يكتشف بها ما يثير الشبهة. شدد الأوامر بعدم السماح لأي كان بالاقتراب من المكان. انتقل الباحثون إلى غرفة الحارس، وكان السيد شمعون عليل قد أخبر بأن الحارس سافر إلى طنجة، غير أن المحققين فوجئوا بأن غرفة الحارس كانت مقفلة من الداخل وأن النار أتت على ما بداخلها. أمر الضابط باقتحام الغرفة، لم يكن الأمر عسيرا، فالباب الخشبي المتفحم صار هشا تهاوى تحت الضربة الأولى. ظهر على أرض الغرفة رجل مصاب بحروق في أماكن عدة من جسمه، كان جثة هامدة. عاد الضابط إلى شمعون عليل طلب منه أن يعين الجثة، لما رآها قال إنه يظن أنه الحارس. في الآن نفسه بدأ مستغربا الأمر، فالرجل يفترض أن يكون في طنجة. التقطت صور للجثة والغرفة، وعلى الفور أجرى الضابط الممتاز اتصالا بمفوضية الشرطة مبلغا عن الجثة التي تم اكتشافها. لم يعد الأمر محدودا الآن في حريق التهم مخزنا للخشب، صار الأمر يتعلق بموت رجل، ولذلك يتعين التعجيل بإبلاغ وكيل الملك والوكيل العام. بدا شمعون عليل متأثرا، بكى بكاء شديدا لموت حارس المخزن، كان يعمل عنده منذ عدة سنوات. انهار شمعون، لم يعد يقوى على الوقوف، أصيب بدوار وطلب أن ينقل إلى عيادة طبيبته. تمت الاستجابة للسيد شمعون عليل. في الآن نفسه طلب الضابط الممتاز المتوكل من أحد أعوانه أن يرافق السيد شمعون إلى العيادة. كان على المفتش
أن يرصد كل ما قد يصدر عن السيد شمعون وما قد يفيد التحقيق. في الظاهر كان يرافقه لمساعدته. حضر رئيس المفوضية إلى المكان فور توصله بخبر اكتشاف الجثة، وبعد لحظات التحق به نائب وكيل الملك الذي أمر بنقل جثة الرجل إلى مستودع الأموات. عاد الضابط مرفوقا بعميد الأمن هذه المرة إلى مكتب الحسابات في المخزن المحترق. لم يمكن التدقيق من اكتشاف جديد يذكر إلا ما كان من بقعة لماعة وسط أرضية المكتب. انصرف المحققون ولكن المكان ظل تحت حراسة مشددة. اجتمع عميد الأمن بالعرائش إلى الضابط الممتاز أحمد المتوكل والمفتشين، أمر بأن يخضع شمعون عليل لاستجواب أولي وأن يتم ذلك فورا. كان القصد رصد ثغرة لتعميق التحقيق حول الحريق وكشف ما إذا كان ذا طبع إجرامي. تم اعتبار شمعون عليل ظنينا، ولذلك أوكل إلى أحد المفتشين المحنكين مراقبته من بعيد. مكنت المعاينة التي أجراها خبير في الكهرباء من تعزيز فرضية الحريق المتعمد، ذلك أن كومة من الأوراق كانت تحيط المدفأة الكهربائية التي ذابت كل أسلاكها والتي كانت في وضع التشغيل. في الآن نفسه أثبت الفحص الذي أجري لبصمات الجثة أن الأمر يتعلق فعلا بحارس مخزن الخشب. أثناء التحقيق معه قال شمعون عليل إنه أغلق المحل في 4 عصرا ولم يتنبه إلى توقيف المدفأة الكهربائية. كان يقدر الخسائر التي تسبب فيها الحريق بما يزيد عن 100 مليون سنتيم. قال إن المخزن مؤمن ضد الحريق. علم المحققون من المؤسسة البنكية حيث يتوفر شمعون على حساب أن للرجل حسابين، أحدهما لا يستعمل إلا ضمن نطاق محدود جدا، بيد أن له حسابا في الفرع الإقليمي لتلك المؤسسة عليه دين يفوق 70 مليون سنتيم. اتضح أن السيد شمعون كان عاجزا عن تسديد الدين، بيد أن تجارته بدأت تعرف بوادر كساد. السبب في ذلك عازر، ابنه عازر الذي كان ينفق مبالغ مالية هامة في السهرات التي يحضرها أو يقيمها في طنجة أو في إسبانيا التي يتوجه إليها عدة مرات كل شهر. طلب من شمعون عليل الذي كان تحت المراقبة أن يحضر في الغد إلى المفوضية الشرطة للتوقيع على محضر أقواله. حضر شمعون في الموعد ووقع المحضر. في تلك الأثناء وردت على الضابط معلومة من أحد أقرباء الحارس تؤكد أن الهالك كان ينوي السفر إلى طنجة يوم الخميس ولكنه أرجأ السفر. ارتأى المحقق أن يسائل شمعون عليل حول تجارته والديون المترتبة عليه. قال إن كل الأوراق المتعلقة بالديون التهمتها النيران، ومعها دفاتر الحسابات وشيكات تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم. صرح شمعون بأن تأمينا بقيمة 300 مليون سنتيم يغطي المخزن المحترق. صباح الأحد في حدود 10:00 أوقف شمعون سيارته أمام الفيلا حيث يقطن. ما أن نزل منها حتى خرج ولده عازر مسرعا، كانت بيده حقيبة صغيرة. حاول شمعون أن ينزعها منه وهو يقول لقد ورطتني في قضية خطيرة، ولكن الشاب كان أقوى، ظل ممسكا بالحقيبة. امتت السيارة ثم انطلق مسرعا. غير بعيد كان المفتش المكلف بمراقبة شمعون يسمع ويرى. اتصل بالعميد وأبلغه بما رأى وما سمع. صدر الأمر باقتفاء سيارة شمعون التي يمتطيها الآن ولده عازر. بعد ساعة تبين أنه أخذ وجهة مطار طنجة. ركن السيارة في الموقف ثم دلف إلى المطار. قصد شباك التذاكر وطلب تذكرة على متن أول طائرة تغادر المغرب. كان الضابط الممتاز أحمد المتوكل قد تلقى الأمر بالتوجه رفقة معاونيه إلى مطار طنجة لمعرفة سبب هذا السفر المستعجل لعازر ابن شمعون عليل. سريعا تم التنسيق مع شرطة الحدود بالمطار. حصل الشاب على تذكرة على متن طائرة كانت ستقلع إلى ملقى بإسبانيا. انتظر الضابط المتوكل لحظة تسجيل المسافرين. تم التنسيق مع مصلحة الجمارك لتفتيش الحقيبة التي يحمل معه عازر. لما حان الموعد اجتاز عازر نقطة شرطة الحدود
ولما وصل إلى نقطة الجمارك طلب منه فتح الحقيبة التي بيده. كانت تحتوي على شيكات وعلى بوليصة التأمين الخاصة بمخزن الخشب وشيكات لفائدة والده تبين أن قيمتها الإجمالية تفوق 100 مليون سنتيم. لما سئل ادعى أنه أخذ حقيبة والده خطأ وأنه أسرع إلى المطار لأنه كان على موعد مع شركاء له في مالقا. لم تكن إجابته مقنعة، تم توقيفه، وبعد تفتيش السيارة تم العثور على ملفات أخرى وضعت رهن الحجز. اقتيد عازر إلى العرائش. لما تم تفتيشه عثر في ملابسه على إقرار بدين لفائدة مواطن مغربي يقيم في مالقا وهو بقيمة 20 مليون سنتيم. في جملة ما تم العثور عليه علبة شمع كانت تحتوي على 5 شمعات ولكنها لم تعد تضم سوى 4. أراد المحققون معرفة السر وراء وجود الشيكات بحوزة عازر والقصد من محاولة السفر بها إلى إسبانيا. تم استدعاء شمعون الذي كان قد صرح للمحققين بأن تلك الشيكات وأيضا بوليصة التأمين احترقت في المخزن. ما أن وصل إلى المفوضية حتى وضعت الشيكات والملفات الأخرى وبوليصة التأمين على الطاولة، رأى عازر أن والده في موقف حرج ولذلك فضل الاعتراف. اعترف عازر بأنه هو من أضرم النار في مخزن الخشب. قال إن ديونا كثيرة ترتبت على الشركة التي يملكها والده، ولذلك فإنه أضرم النار في المخزن على أمل الحصول على تعويض من شركة التأمين. قال إنه لم يكن يعتقد بأن الحارس سيذهب ضحية الحريق، كان يعتقد أنه سافر إلى طنجة. أثبتت التحليلات المخبرية أن عازر استعمل شمعة في إضرام النار، وأن تلك المادة اللماعة في أرضية مكتب الحسابات لم تكن سوى مادة تلك الشمعة، كانت الشمعة التي تنقص من العلبة.